الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في مادة العلوم على اختبار شهر أكتوبر. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ومشاركة عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب، وما تنساش هسيب لك في صندوق الوصف رابط لأهم الأسئلة المتوقعة في مادة العلوم من كتاب الأضواء، هتلاقيها إن شاء الله في صندوق الوصف. عندنا يا شباب اختبار سلاح التلميذ، طبعا التراكم على شهر أكتوبر بيقول لك 1 ألف، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: 1 الأعضاء وحدات البناء والوظيفة في الكائنات الحية. عندنا طبعا يا شباب هنا وحدة بناء الكائنات الحية هي الخلية وليست الأعضاء، يبقى هنا هنقول له يا شباب هنقول له الإجابة خطأ. طيب عندنا 2 بيقول لك البكتيريا من الكائنات وحيدة الخلية. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان البكتيريا من الكائنات وحيدة الخلية، اما طبعا الخلية الحيوانية والنباتية طبعا عديدة الخلايا، يبقى هنقول له طبعا إجابة صحيحة. طيب عندنا السؤال رقم 3 بيقول لك يتم تخزين الجلوكوز بواسطة ايه؟ الكبد والعضلات في صورة جليكوجين. طبعا يا شباب الإجابة صحيحة، يتم تخزين الجلوكوز بواسطة الكبد والعضلات في صورة ايه؟ جليكوجين، او لو قال لك في صورة نشا برضو ايه؟ الإجابة صحيحة، لان طبعا الجلوكوجين ده صورة من صورة ايه؟ من صور النشا. طيب عندنا 4 بيقول لك تخزن الخلية الماء والفضلات في الشبكة الاندوبلازمية. طبعا تخزن الخلية الماء والفضلات طبعا فين يا شباب؟ في الفجوة العصارية. في الفجوة ايه؟ العصارية، طبعا هي اللي بيتم تخزين ايه؟ الماء والفضلات فيها، يبقى هنا الإجابة خطأ، يبقى هنا الإجابة الصحيحة الفجوة ايه؟ العصارية. طيب عندنا به بيقول لك علل لما يأتي: عضلة القلب من العضلات اللا إرادية. ليه عضلات القلب من العضلات اللا إرادية؟ طبعا يا شباب لأنها تتحرك تلقائيا ولا يمكن التحكم في حركتها، يبقى هنكتب كده يا شباب لأنها تتحرك تلقائيا ولا يمكن التحكم في حركتها، يبقى لأنها تتحرك تلقائيا ولا يمكن التحكم في حركتها. طيب نشوف السؤال اللي بعده يا شباب. السؤال الثاني بيقول لك ألف اختر الإجابة الصحيحة: 1 يتخلص الجسم من فضلات الطعام غير المهضوم عن طريق: ألف القناة البولية، ولا ب فتحة الشرج، ولا جيم الأمعاء الدقيقة، ولا دال المثانة البولية. طبعا بيتخلص الجسم من فضلات الطعام غير المهضوم عن طريق يا شباب؟ طبعا عن طريق فتحة الشرج اللي هي رقم ب. طيب عندنا السؤال رقم 2، هنا بيقول لك تحصل الخلية على الطاقة من الطعام باستخدام الأكسجين عن طريق عملية يا شباب؟ الخلوي، الانقسام الخلوي طبعا ما خدناش خالص، وعندنا التحلل، وعندنا جيم التنفس، وعندنا التجدد. طبعا احنا خدنا عملية يا شباب؟ عملية التنفس الخلوي. طبعا هنا ايه بتحصل فيها الخلية على الطاقة من الطعام باستخدام الاكسجين، يبقى هنختار رقم جيم ايه؟ التنفس. طيب عندنا 3 بيقول لك العضية التي تنظم أنشطة الخلية هي اللي بتنظم أنشطة الخلية وبتتحكم فيها يا شباب، هي جهاز جيولوجي، ولا الميتوكوندريا، ولا النواة، ولا البليسيدات الخضراء. طبعا دي مهمة جدا جدا، وواضح كده ان هي ممكن ان شاء الله تيجي في الامتحان. طبعا هنختار على طول يا شباب ايه؟ النواة. طبعا النواة هي العضية التي تنظم أنشطة الخلية. طيب عندنا السؤال اللي بعديه بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك ب اكتب المصطلح العلمي. هنا بيقول لك اكتب المصطلح العلمي رقم 1 عندنا شباب، بيقول لك عضيات يستخدمها النبات
في صنع غذائه. ايه هي العضيات اللي بيستخدمها النبات في صنع غذائه بنفسه؟ طبعا دي يا شباب معروفة، البلاستيدات الخضراء. ايه هنكتب له كده؟ ايه البلاستيدات الخضراء؟ طيب 2 بيقول لك مواد تفرزها الغدد تساعد في عملية التفكك الكيميائي للطعام. عايزين نعرف ايه هي المواد يا شباب. طبعا دي اسمها الانزيمات. طبعا دي اسمها ايه؟ الانزيمات. يبقى هنكتب له كده يا شباب ايه؟ الانزيمات. طيب عندنا السؤال الثالث بيقول لك اكمل الجمل التالية. عندنا رقم 1 بيقول لك تخرج الفضلات من الجلد على هيئة، طبعا الفضلات بتخرج من الجلد على هيئة يا شباب، طبعا على هيئة عرق. يبقى نكتب له هنا ايه؟ عرق. طيب عندنا رقم 2 بيقول لك يتم دفع الطعام الى المعدة خلال، بيتم دفع الطعام الى المعدة خلال المريء. يبقى هنا هكتب له المريء. طيب 3 بيقول لك يتكون الجهاز نقط من العضلات والعظام والغضاريف والأوتار. ده اسمه جهاز يا شباب، طبعا ده الجهاز العضلي الهيكلي. يبقى ده ايه؟ الجهاز العضلي الهيكلي. يبقى هنكتب له هنا ايه؟ العضلي الهيكلي. العضلي الهيكلي. طيب عندنا يا شباب رقم ب بيقول لك لاحظ الشكل الذي امامك ثم اختر. عندنا 1 بيقول لك الجزء 1 يمثل الغشاء البلازمي ولا السيتوبلازم. فين الجزء 1 هنا يا شباب؟ ده بيقول لك ايه؟ ده الغشاء البلازمي ولا السيتوبلازم؟ طبعا ده يا شباب السيتوبلازم. يبقى ده ايه؟ السيتوبلازم. يبقى هنا هعلم على ايه؟ على السيتوبلازم. طيب 2 بيقول لك وظيفة الجزء 2. طيب احنا عندنا يا شباب الجزء 2 ده اللي هو ايه؟ ده طبعا النواة. هنا بيقول لك وظيفته ايه؟ توليد الطاقة ولا التحكم في أنشطة الخلية؟ طبعا النواة وظيفتها التحكم في أنشطة الخلية. يبقى هنختار التحكم في أنشطة الخلية اللي هي تاني واحدة. وهنا يا شباب نكون انتهينا من حل أهم الأسئلة المتوقعة، وانتظرونا هنحل كمان النموذج التاني من كتاب سلاح التلميذ على أهم الأسئلة المتوقعة في اختبار شهر أكتوبر. أتمنى من حضراتكم تعملوا لنا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.